نظمت شركة الكرامة المسوقة لمنتوج عين سلطان بأحد فنادق الدار البيضاء زوال اليوم ندوة صحفية قدمت من خلالها البطلة المغربية في تسلق الجبال بشرى بيبانو والتي احتضنتها شركة عين سلطان لتسلق سبع قمم عالمية بشرى بيبانو عندها واحد البرنامج بتسلق سبعة القمم العالية في العالم Euh, L'IF, conférence de presse qui est qu les Manjaro, le Mont Blanc, le Bruz, Akangua Akangwa. وعندها وهذا الشهر تلقات قمه عاليه في امريكا الشماليه اللي هي ماكينلي راه يعني عين السلطان كتواكب بشرى بيبانو وكتثق فيها اولا انها امراه مغربيه عين السلطان أه وكبتها واكبتها من المهمه الاولى ديالها اللي مشات لكيل مانجارو ومازال باغا تواكبها باش كاين البرامج ديال بيبانو كاين برامج ديال باش تسلق الايفرست وعين السلطان ان شاء الله غتكون معها كماء معدني طبيعي بشرى بيبانو مهندسة الدولة الشابة دخلت عالم تسلق الجبال مبكرا قبل أن تخوض تجربتها العالمية سنة 2011 بتسلقها لأربعة قمم عالمية إلى حدود هذه السنة بدعم من شركة عين سلطان في انتظار تسلق القمم العالمية الثلاث المتبقية في مشروعها والتجربه بديتها في 2011 يعني تسلق الجبال العالميه من الجبال المغرب بديتها في 95 وكنت درت تقريبا دابا أربعة قمم عالمية على قمة في إفريقيا كيما جاغو على قمة في أوروبا البغوز وعلى قمة في أمريكا اللاتينية أكونكاغوا ثم دابا على قمة في أمريكا الشمالية ديناري أو موماكيلي بديناها في سيتي في الموا جوان كانت في الموا هي بديناها تقريبا سبعة في ديك 7 جوان وساليناها في الاخر ديال الشهر آه سلطان رافقتني من الاول يعني كوم بارتنير اللي تيعاونني أه باش انني نمشي في هذا المشروع ديالي البطله المغربيه تطمح في ان تكون اول امراه مغربيه تحقق هذا الانجاز من خلال خوض مغامره تسلق قمه جبل ايفيرست اعلى قمه في العالم بدعم من شركه عين سلطان الشركه الرائده في المياه المعدنيه والتي تشارك دوما وبشكل كبير في دعم كل الابطال لرفع العالم الوطني في المحافل الدوليه <applause>